السلام عليكم. وبركاته. هلا الدكتور، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا، كيف الصوت وكيف السكرين عندكم؟ يسعد صباحك دكتور. صباحكم، الشاشة واضحة؟ يعطيك العافية دكتور. مرحبا دكتور، مشهور مية دكتور. إن شاء الله. مرحبا دكتور، كيفك؟ الله يغالي يرضى عليكم جميعا، الله يصبحكم وانا النبي. منتظر بعض الطلاب يدخلوا، عندنا الان 14 طالب. اليوم ان شاء الله بناخذ 3 آفات على العائلة الزنبقية اللي البصل والثوم والكراث، ونبدأ في آفات العائلة البقولية إن شاء الله. صوت واضح حبايبي؟ واضح اه دكتور، إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول آفة من آفات العائلة الزنبقية اللي حكينا، الثوم والبصل والكراث، هي تربس البصل، أونيون تربس. سكروا المايكات حبايبي، المايكات حبايبي. عمري على اخذنا احنا سابقا نوع من ترابس اخر اللي هو اكسيد التابس، هون بنيجي على ترابس اسمه ترابس البصل، ترابس تباسي لن وتبت التيسان الضرة اللي هي وتبت في الأجنحة، شايفين في أهداف على الأجنحة بتكون متطاولة. حبايبي المايكات لو سمحتوا، من اللي ما عنده سؤال أو مداخلة سكر المايك. والعائلة تربيدي تربس تربيدي، بنلاحظ هذه الحشرة الكاملة لتربس البصل، ويوجد اختلافات تصنيفية بينها وبين التربس اللي هو اللي اخذناه سابقا، اللي بصير مثلا حائل الصليبي وما الى ذلك. كتشخيص، كحجم، تلوين، مو زي هيك بتاخذوها بعين الاعتبار، بس مش بس تصنيف. لكن احنا بنميز انه في عندنا نوعين، هذا نوع اخر مش النوع الفرنتيلا او اكسيد الثالث، هذا الكبس التباسي. تلبس البصل بيصيب الثوم والبصل، وكمان بيصيب العائلات الأخرى مثل ملفوف الزهرة، قطعيات الباذنجانيات، قطن، بدأت زينة مثل الجروفل، يعني متعدد العوائل. يعني بيصيبش عنا فقط البصل، لكن بيصيب عائلات. دورة حياته بتضع البيض في قاعدة أوراق البصل، البصل أوراق هناك في قاعدة الأوراق أو عصبة السفلي للأوراق الأوائل الأخرى. يعني لو ورق البصل والثوم والكراث تكون عمودي جاي في قاعدة الورقة، لكن الأوائل الأخرى مثل الباذنجانيات، الفوف، الزهرة بنلاقي على السطح السفلي للأوراق. اليرقات تفقس عن البيوت وتبدأ عملية التغذية، وذلك بخدش أسطح الأوراق العلوية بامتصاص العصارة، ويظهر اللون الفضي مكان التغذية، ثم تتحول يرقات العذارة لها ما يقارب 15 جيل في السنة. 15 جيل لها في السنة. الترس معروف بيخدش عشان يتغذى. وها هنا نشوف اليرقات والكاملة، يرقات أعمار صغرى بعدين تكبر وتتصل مرحلة العذراء وتصبح بالغة. الآن هنا بنشوف الأعراض اللي صابها، يعني أعراض يعني خلينا نحكي السيمبتومز هاي واضحة جدا بالنسبة لآثار التربس. أول عرض ممكن تقول إنه حشرة التربس تكون موجودة، ويرقاتها بتكون صغيرة، الأصفار بتكون موجودة، بنشوفها يعني الأصفرار، هذا الأصفرار الموجود عبارة عن
بده يظهر اللون الفضي مكان سرد الفوريات والحسابات الكامله، ثم يتحول لون الى اصفر. تجي فضي اللون الفضي، بعدين بصفر بتجف الاوراق وتسقط عند الاسعاف. اذا افه التبس البصل قد تكون افه ثانويه في بعض المحاصيل، لكن على العائله الزنبقيه افه رئيسيه. إذا كان عندنا بدنا البصل الأخضر هيك صار كتلة تسويقية سيئة ما بتباعش، وإذا كان بدنا رؤوس البصل المليحة أو الثوم أو الكرات أو ما إلى ذلك بتكون شدة الإصابة بتأثر لنا على التمثيل الضوئي تبع النبات، وممكن بعض يشتد الإصابة تجف الأوراق في الهواء. كيف بنكافح الاستراسي؟ عندنا مصادر لونية زرقاء اللاصقة، لكن مثلا الصفاء بالبيضة هون هنا اللون الأزرق بالتربس. يوجد عندنا مفترسات ومتطفلات متعددة كمكافحة حيوية لتربس البصل، وأحدها هو تربس آخر لكن اسمه سكولو تربس. سكولو تربس بتغذى على تربس البصل، وعندنا حلم كمان بصير وما إلى ذلك. بالكمويات عندنا يعني جاء حشرات، هذا بدنا حشرات جاهزية بيسس كمبيدور أو أي مبيد ترتقوا يكون فعالية جيدة للتربس من جميع الكيماويات المختلفة الجاهزية إن شاء الله. بنيجي هيك على الآفة الثانية، ذبابة البصل on and fly هاميليا انتيكوا، هي الآن تغير اسمها إلى ديليا انتيكوا. ديليا انتيكوا يعني تصنيف تبعها صارت ديليا. بدها تطلع على المراجع الآن يعني 2019 2020. بعض المراجع على التسمية القديمة هي هاي ميليا وبعضها ديليا، يعني هذا الاسم القديم والاسم الحديث. لذلك يعني أحد الاسماء حطت لي عادي ديليا انتيكوا من رتبة ثنائية الأجنحة دبترا أنتروميدي. أنتروميدي شو بتشبه بالبان هاي حبايبي؟ عينيها دكتور. شو بتشبه، شو بتشبه بالبان هاي النار؟ بتشبه بالبان هاي الأجنحة هاي ذباب المنزلي يا دكتور. تشبه ذباب المنزلي. الأنترو مايدي هي عائلة من عوائل ذباب المنزل فوق العائلة موسكوديا. موسكوديا الذباب المنزلي اسمها موسكا ديموستيكا. موسكا ديموستيكا هاي موسكوديا مأخوذ اسم سوبر فاميلي ما فوق العائلة، وسوبر فاميلي تحتوي على عدة عوائل وهذه منها. لذلك اختلافها فقط قد يكون في اللون، لأن كلام قال لأنه شو تقول كيف هذا اللون رمادي فاتح لأنه بيكون أغمق من هيك، وهي تشابه جدا ذباب المنزل إلى حد معين حيث أنها تعود إلى نفس السوبر فاميلي فوق العائلة ماسكويدي. نلاحظ هنا الأوفر فيو من فوق نشوف كيف الألوان والجناحين والتركيان المرقومة هاي اللي رقع هاي عضراء وهاي هي رسم الفيكتور جراف لديلة انتيكوا سميناها ديلة انتيكوا الحديثة. شوفوا ما أروع الصورة بديت حط لكم إياها لقيتها هاي في الآفة. سبحان الله دكتور صورك مش واضح بس ماشي. هاي الديلة انتيكوا اللي هي ذبابة البصل، صورة يعني احترافية من ناحية المراجع. نلاحظ كيف الألوان تبعت كيف هاي مثلا الهالتر زي ما نحكي تونية الأجنحة، الأجنحة الأمامية أو الأجنحة الخلفية متحولة إلى دبوس توازو. شايفين دبوس توازو حبايبي؟ لذلك الدبترة تونية أجنحة فقط ما لها سوى زوج واحد من الأجنحة، جناحين يعني اثنين. هاي طلعوا من منطقة الصدر والشعيرات موجودة، الألوان تبعتها واضحة جدا تميز بين الذباب الآخر.
هسه هي بتصيب الثوم والكرات والبصل، ذبابه، ذبابه ملعونه حرسه خلينا نحكي، تخرج الحشرات الكامله النشاط منتصف الخريف، تضع لهم البيض على سطح التربه القريبه من النبات العائل او على راس البصل، يعني جنب التربه شايفينه البيض هون، تضعه على جنب التربه، على سطح التربه جنب النبات العائل او على راس البصل اذا كان موجود في التربه، تفقس اليرقات، اليرقات تصنع انفاق كما شوي راح نشوف في راس البصل، طلع النفاق في راس البصل الموجود تحت، تعذر في التربة هاي العذراء لها جيلين، لها جيلين، واحد في الخريف واحد في الربيع، وتدخل بيات صيفي حتى الخريف. هون بنشوف هاي البالغة، هاي تقوم اليرقة العذراء تبعتها اللي هي جاي مصدقة زي مسماريه خلينا نحكي، او تبديد الشكل اليرقه، وهذا البيوت بنيجي بنيجي ثقوب العرق تبعتها، ثقوب الابصار المؤدي لتعفنها، مش على ذلك اصفرار او موت النبات، قد تهاجم البصل في المخزن وتؤدي لتعفنه. اذا هاي افه عقليه مخزنيه، ماشي، هاي خطورتها كمان، يعني بتروح تلقط البصل الروس وبنحط كمان في المستودع بتلحق. هاي شايفين هنا اليرقة والثقوب اللي بتحدثها في الورق البصل أو الثوم أو الكراث، بنلاقي هون هاي البالغة، هاي العذراء، يعني البالغة البيوت الصغيرة شايفينها، البيوت الصغيرة، العذراء الصغيرة، اليرقات الصغيرة، سوري، وضعت البيوت على يعني على قواعد السيقان في البصل وثوم الكرات، وتفقس إلى يرقات صغيرة في الحجم تتغذى على النبات. أنا بنلاحظ اليرقات في أكبر حجم كيف تتغذى قاعدة على قاعدة البصل، رأس البصل وما إلى ذلك. وهنا بنلاقي هاي العذراء وهي اليرقة، هاي طول اليرقة الأصغر. المكافحة التخلص من النباتات المصابة، مبيدات حشرية، جهاز زينة الديازينون، رش حول انسيقان النبات. عندنا كمان من النوع نقطة الاعتبار ان هاي ايش؟ حشرة مخزنية. يعني حشرة مخزنية ضارة كثير. بنيجي على الآفة الثالثة واللي هي معروفة عندنا، الدودة القاربة السوداء. شو اسمها العلمي؟ خدناها سابقا. دائما معانا هاي الدودة. وبنحكي هي والكروب والشلة تبعتها. هي أجروتس إبسلون. ليش بتتميز هاي الدودة القاربة حبايبي؟ يا شباب مالكم، يعني عندي 34 طالب مش عارفين حدا يجاوبني. يا دكتور كيف بنميز الدودة؟ هتقرض على مستوى السحب يا دكتور. قروض على مستوى تعذر بالتربه، شايفين كيف هي مستوى سطح التربه، هي هون لاطين، يعني هي هي تقرض وبتكسر الساق، لاطين كسر تبعها والتغريد تبعتها، هي صوره واضحه جدا. هذول صور مكرره تتميز في انها عتمه، اوكي، مش فراشه، والتغريد تبعتها حكينا الرسم اللي بيشبه الكليه، هي هون على الجناح الامامي، وسط الجناح الامامي من الخلف. حشرة ضارة جدا، حكينا عنها ضرافة في الآفات المختلفة اللي أخذناها، تعتبر آفة متعددة العوائل وضارة للكل، ما لا تبقي أخضر ولا يابس، من الآفات الخطرة جدا، وشبه فعلها فعل حكينا الكاروب أو كلب البحر أو الحالوش أو المالوش، يقول لي جريلو تلبة جريلو تلبة. هاي تنسوش اسمها أجروتس إبسلون، أحفظها كرر عدة مرات مش أحفظها، الدودة القاربة السوداء أجروتس إبسلون. هيك إحنا خلصنا آفات الزنبقيات، لأن هذول الثلاث آفات رئيسيات على البصل والثوم والكبار. بنيجي على آفات العائلة البقولية. آفات العائلة البقولية يعني بقوليات كعدد كبير جداً،
والبازلاء وما إلى ذلك. فالعديد من الآفات بيجي عليها، العديد منهم قد يكون تابع لنفس يعني الرتبة أو نفس العائلة. حتى نبدأ في من الفول، العائلة البقولية يصيبها ثلاث أنواع متغيرة، خلينا نقول ماخذة اسمها من العائلة نفسها، مثل من الفول، لأن الفول البقولي بين إيفيد اللي هو إيفيس 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 إيفيد إيفيس، عشان تربطوها فابي، فابي هو الفول اللاتيني إيفيس فابي هيمبترا إيفيدي. ملاحظين شو بيميز هذا؟ الكل اتوقع زرع الفول وشايف هذا المن، من الأسود، سموه من الفول الأسود أو من الفول. شو مين عالم المشكلة الفول والمن عليه؟ مين شافه الشباب؟ أنا دكتور. كيف إصابته عندك؟ أي منطقة عندك؟ منطقة الساق. وين؟ الصوت مش واضح. الساق دكتور، بتركز على الساق وعلى الأوراق. بأي منطقة؟ الأوراق. أي لا مش منطقة، على النبات. في أي منطقة أنت شفته زاره كمناطق في الأردن؟ شفت الأوراق دكتور أنا. وين زارع؟ في الغور. على الثمرة نفسها، على الفولة. خضر أنت في الغور زارع يعني؟ نعم دكتور. والجمرة وين زارعه؟ في البيت؟ البيت هيك شوي. الجمرة دكتور أنا بالمفرق. بالمفرق، إذا موجود وين مكان؟ هذا المقصود بالحكيم، موجود وين مكان؟ آفة رئيسية، آفة مصيبة. الآن بنشوف ليش. هذا بصيب الفول، البنجر الأرضي، الشوكي، البندورة، الأشجار المثمرة، عنب الديب، وهو العشب العائلي الرئيسي لمن الفول. هذا النبات يسموه سولانم نيجرم، عنب الديب أو عنب الديب حسب منتشر عندنا في بيتنا الأردني، وهو العائل اللي بتكاثر طول العام بكريا على عليه، وهو مصدر الإصابة يعني لهذا العائل الرئيسي، مصدر للإصابة للعوائل الأخرى، الفول، البنجر، الأرض شوكي، بندورة، الجرم مثمرك، إذا متعدد العوائل. هذا التكمل كمان فيه خطوط ينتقل من محصول إلى محصول. دورة حياته بتكاثر طول العام بكرين على نبات عنب الديب، هاي صورة الموجودة تحت، سولانم نيجرم، وتنتقل الإناث المجنحة للعوائل الأخرى ثم تلج فوريتها، خلنا نحكي تكاثر أدري عندنا هون، وتتغذى وتطور إلى حشرات كاملة لها. حبايبي حبايبي، مايك مايك لقي الدين، تكل المايك. نعم دكتور، في سؤال ولا بالخطأ؟ لا 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 طالب. بالخطأ طالب. تكل المايك. أوكي، حكينا أنه تنتقل الإناث من المجنحة للعوائل الأخرى وتتكاثر طول العام بكريا على سولانم نيجرم. نأخذ بعين الاعتبار أنه هذا العشبة أو النبات هو مصدر الإصابة، وكذلك لتعدد العوائل تبعته، لأنه بيصيب الفول، بنجر، البندورة، وأشجار، لذلك أنه تعدد العوائل بخلينها ينتقل من محصول لمحصول. الإناث تتكاثر تكاثر عضري الى حوريات، بتجي يعني من الحوريات تتغذى وهي والبالغات على المحاصيل المختلفه، ومنها الفول وجماعته، لها 30 جيل في السنه. اذا تعدد عوائل وحبها للمناطق الدافئه بيؤدي الى انتشارها الكبير، تكاثرها سريع جدا. شوف الاعراض هون حبايبي، الساق تبعها كل الاوراق قديش شايفين ملغوم لغب، يعني كل زرع فول إلا ما رحم الله إلا شاف المن عليه بهالأعداد هاي، رسم كأنك رش ورش أسود. هذا مش هذا المن نفسه، شايفينه هذا المن نفسه، من التكاثر تبعه مش بخلي الأخضر يمشي، عملية امتصاص مصيبة. تتواجد أفراد المن على السطح السفلي للأوراق نبات الحديثة والغضة المليئة بالعصارة، الفول بيكون عصاري شوي، لذلك مناسب جدا للمن، على الأفرع والغضة والأزهار والقرون الغضة سيقانة، يعني كامل النبات بتكون عليه كاملة.
تمتص الحشرات كاملة والفريات القصارى، فتلتف الأوراق ويصفر النبات ويتقزم. الندوة العسلية عارفينها بتفرز المن، تنمو عليها الأعفان السوداء. هذا مثلا عرض شديد لشدة الإصابة بس على الفول. بنيجي مثلا هي عندنا حلقة القرون، طلع كمان شايفين حبايبي الإصابة بمرقمها، طلع كيف طلع القرن شو صار فيه، يعني مكان التغذية إصفار ونشف امتصاص، يعني مضخة امتصاص عصارة من الدرجة الأولى المنها، وخصوصا بالكمية تبعته. طلع جلد الانسلاك علامة إلى وجوده، طلع الكريات. شو هاي الضرة تبعه شايفين أحبابي؟ دمار شامل دكتور. وإذا تركته بده يدمر شامل. وبالأردن بيعمل نفس الأعراض. تحطيم دكتور. تحطيم. من الفول بالنسبة للفول تحطيم زي ما تفضل. تحطيم كامل. شفتوا على الساق كيف بيجي، بيجي على القرون، بيجي على الساق. وبتكاثر بسرعة، و30 جيل له. مدة الجيل قصيرة جدا. عدد ال يعني يعني عدد الأفراد اللي بتنتج الأنثى الواحدة عالية جدا مع وجود درجة حرارة دافئة 20-25. بتلاقي هذا المناسب لزراعة الفول، بتلاقي 30 جيل، يعني أعداد هائلة جدا، سرعة انتشار وسرعة تكاثر ضخمة جدا. مكافحة بمفترسات الطفيلات زي ما شفنا مثلا هاي مفترس الفول اللي هو أبو العيد. السرعون كثير من المفترسات حكينا عنهم والمتطفلات على حشرة المن، وهذا يعني نفس الشيء. ليش نعيده؟ التسميد متوازن، عندي مشكلة بالتسميد في المن والحلم والموزيك، زيادة نيتروجين شجع الدفع ويزيد الإصابة مثلا. أوكي، عندك إزالة الأعشاب خاصة المصدر اللي حكينا عنه النبات دي اللي هو النبات اللي وجدناكم صورته في البداية كان موجود، تشيله من الحقل لأنه هذا مصدر الإصابة الأساسي. كيماويات مودات حشرية جهازية متخصصة قبل الإمكان، مثل البريمور أو أي موبيل جهازي آخر بتشوفوه مناسب. بنيجي كمان عندنا من آخر يصيب العائلة البقولية، هذا بيجي على يسمى من العدس أو اللوبيا. من العدس أو اللوبيا شرحنا ضرر من بشكل عام ودورة حياته والمكافحة. قلت لك كيف هذا نفسه نفس الفول، من الفول بالنسبة للضرر ودورة حياته والمكافحة، لكن هو هذاك إفس فابي، هذا إفس كراسي بورا، إفس كراسي بورا نفس العائلة ونفس الرتبة. هذا كريفس فابي من المن، من الفول، وهذا من العدس أو اللوبيا اللي هو لينتل أو كاوبي إفيد، اسمه إفيس كريسورا، نفس اسم الجنس ولكن يختلف النوع. بنلاحظ علامات متميزة. مين يشرح لي على ممكن أميز هذا المن بناء على المحاضرات السابقة كيف نميز المن؟ مين ممكن يشرح؟ رمضان على الحلقات هاي الظهر. بديش أنا واحد يسألني في الإجابة، مين كان يحكم الجمرة ولا أحمد؟ الجمرة. الجمرة الآن اشرح لي جمرة كيف أنا بتميز، إيش الشغلات اللي بتطلع عليها وممكن تميز لي هذا المن عن غيره. دكتور أول سألت سرجية، أنا سألت الجمرة بعد ذلكم، خلي واحد واحد الله يرضى عليك. يلا يا محمد. دكتور اول شيء اول فتحه الشرج، نهايه البطن الخلفيه زي طويله الكاوده، احفظوها اسمها الكاوده عليك. او اله وضع البيض متطاوله عليك كيف الكاوده اسمها هاي عليك كيف نهايه البطنيه صحيح. القرون الاستشعار، ممكن قرون استشعار كعدد وتلوين، الأرجل كألون، وكمان طلعوا هاي سبينكولاي القرون الشرجية هيك طلع طويلة جدا، طويلة ومستدقة قليلا ولونها سوداء. قلت لك هاي من العلامات اللي هاي نصر أننا نعرف كيف نميز المن عنه. بنيجي للمن اللي بعديه، أن ثلاث أنواع بيجي من المن أفات العائلة البقولية، ومن البازيلا أكروسيكوب بيزم بازيلا أكروسيفا بيزم هو من البازيلا البي إيفيد، ده
تتابع لو تتابع الأجنحة هنا وعائلة FDD حكينا الشرح الضرر ودورة الحياة والمكافحة كما في السابق. هذا من ميزها شايفينها لونه أخضر حتى الأرجل أخضر طول ما طول الأرجل علاقات تبعته طويلة قرون شمجية خضراء طالما طول الكاودة. لاحظين الكاودة نهاية البطل شايفينها مطولها يعني كلون كلون يختلف هذاك أسود هذاك مثلا مصفر هذا أخضر على سبيل المثال. الكاودة طولها الأمور زي هيك يعني هنا صرنا نميز يوم ننظر للمن مش كله من عن من بيختلف بنركز صرنا إنه كيف نميز بيناتهم وعلى إيش نبقى. من البازيلا هو ثالث نوع من أنواع المن اللي بيصيب متخصص في البقوليات. بنيجي على سوسة أوراق البازيلا البي ليف ويفل. يوجد عندنا العديد من السوس. كم باقي وقت معنا من المحاضرة حبايبي؟ ربع ساعة ولا أقل؟ ثمان دقائق. لا أتوقع أكثر. عندنا سوسة أوراق البازيلا البي ليف ويفل. ويفل شو يعني؟ تابع للكوليوبترا صح؟ كيف نميز السوسة عن الخنفس؟ نعيد ونزيد الكوليوبترا إما خنافس إما سوس. فيها استطالة في استطالة أمامية في الويبلز في السوس. حسب نشوف عندي أربع أجناس يطلق عليها سوسة أوراق بازيلا. يوجد أربع أجناس من غمدية الأجنحة اللي هي إيبيون سيتونا هايبر ليكزس تحب ليكزس. هذول أربع أنواع أربع أجناس يتبع لهم العديد من الأنواع هم يعتبروا سوس لأوراق البازيلا. كلهم نطلق عليه سوس أوراق البازيلا. نيجي نشوف أول نوع دول الأيبين. شايفين الاستطالة في كلهم وعندي استطالة لأنه هذا سوس الأيبين. اللون تبعه العوامل الفصلية الثانية نيجي على السيتونيا والله كيف التلوين تبعها والشكل الخارجي للسوسة. النوع الرابع الهايبرية الهايبيرا طلعت تختلف والليكزس جاي على صفر. لاحظين عندي أربع أنواع من السوس كل واحدة لها شكل معين ولكن تتشابه في ضررها لأوراق البازيلا. السوس بشكل عام هذول الأربع أنواع تتغذى الحشرات كاملة على الأوراق والغطاء. تتغذى اليرقات على الحبوب داخل القرون تدخل جوا القرن البازيلا تتغذى عليه. الجنس ليكسس آخر واحد اللي على صفار أيوه هذا اللي هون يحفر في السيقان والغطاء. بيات صيفي على شكل حشرة كاملة للكل. تبدأ بداية الشتاء تبدأ الكاملات التغذية لمدة أسبوعين ثم تتزاوج. تبدأ وضع البيض في التربة قرب سيقان البقوليات أو على المجموع الفضلي. تتغذى اليرقات الفاقسة على العقد الجذرية تتعدى في التربة قرب الجذر تخرج كاملات لتسكن في الصيف. هذه دورة الحياة تبع سوسها. بنيجي على الآثر الخامسة ومجموعة الآثر الخامسة عبايبنا الليف ماينر صانعة الأنفاق. صانعة الأنفاق حكينا هذول الليف ماينرز تبعت لديبترا ديبترا أجروماجيدي. عندنا ثلاث أنواع من صانعة الأنفاق ثلاث أجناس اللي هي أول واحد اللي هو لايروميزا هذا هو لايروميزا كلهم بيعملوا أنفاق وكلهم صانعة أنفاق بس تميز بين الثلاث أنواع اللي كل واحد بتختلف. إيش بي ممكن يجي مثلا خلينا نحكي لايروميزا على الفاصوليا والبازيلا باقي 10 دقائق المحاضرة. فاصوليا وبازيلا وفول وحمص أوكي ناخذين حلقات صدرية السوداء أصفر وأسود هنا كيف أصفر ورمادي أنا أسود كامل عشان أميزهم
كيف الليرومايزا سبيشيز بيجي على الفاصوليا البازيلا والحمص، هذا الفايتومايزا بيجي على البازيلا بتخص على البازيلا، والاوفرومايا الاي انتبهوا لها مايزا مايزا هذا المايا فيش اي بدل زد اي، اوفيومايا فاصوليا والوبيا وفول وحمص وفول الصويا وكل متبعات لرتبة ثنائية الأجنحة الدبا. وضحت حبايبي الفروقات بيناتهم كشكل خارجي حجم والوان، يعني بشوف انا صانعة انفاق على العائلة البقولية بدها تكون واحد الاجناس هاي الموجودة. تثقب الانثى السطح العلوي الاوراق نبات وسط وضع البيض، تمتص مع الذكر العصارة متدفقة، يعني حكينا بثقب آلة وضع البيض، وانت بتثقب السطح الورقة مشان يطلع سائل النبات العصارة النباتية، والذكر والانثى بتمتص العصارة متدفقة من ثقوب تزاوج، تضع البيض في عدد من الثقوب، يفقس البيض بالعرقات، تتغذى على الأنسجة بين سطحي الورقة، مكون أنفاق رفيعة ومتعرجة، معروف هاي الأعراض هاي شفناها عدة مرات بالنسبة لليف ماينز اللي تابع للدبترة، بتكون متعرجة ورفيعة، تتعذر العرقة إما على سطح الورقة أو بتسقط في التربة، تعذر تبع الدبترة مع الورقة أو سطح التربة، تصاب السيقان والثمار بقلة، دائما هذا مو أصلا من اسمه ليف ماينز. إصابته الرئيسية على الأوراق قليل الإصابة تبع الثمار والسيقان، لها عدد جيل كبير جدا من 10 إلى 12 جيل بهذا، وعدد بيوت كثير جدا، وهذا هو مصدر كمان كل الخطورة. شايفين هاي الورقة داخل النسيج ورقة، وهي الأنفاق تبعتها. الأعراض تقوم تبدي وضع بيض على السطح العلوي الأوراق، السطح العلوي الأوراق تلاقيها منقرة نقرة زي هيك شايفينها، أماكن التغذية ووضع البيض للبالغات. بعد ما تفقس بتصير أطراف داخل نسيج الورقة بسبب التغذية في ورقات تؤثر على ترتيب الضوئي للنبات، تضعف حكينا إيش يعني ترتيب الضوئي وعملية أكل النسيج وتضعف النبات. إذا كانت الإصابة في عشطلات صغيرة بتكون شدة الإصابة عالية على النبات، وقد تقتل الشتلات الصغيرة، قد تنقل بعض الأمراض. وحكينا أن النفق نفسه عندما يكون هناك فطريات أو بكتيريا أو سبات مرضية أو فطريات مترممة قد تأتي وتتغذى، وصير عندنا تعفنات على الأوراق، وهذا إصابة ثانوية بزيد من شدة الإصابة على النبات. عندنا حكينا عن المكافح الحيوي من الطفيلات، مصائد لونية لاصقة الصفراء، هذيك حكينا بالنسبة للتربس الزرقاء، الصفراء بالنسبة للمينر والوايت فلاي. عندنا نمودات جهازية مثل البيوتميك على سبيل المثال أو أي مودات. بنيجي على خنافس البذور سيد بيتلز، كمان عندنا عدة أجناس، عندنا ثلاث أجناس اللي هو البوكس والكالو بروكس والأكانتو سيلتس. روكس كالو روكس أكانتو سيلتس، هذول أجناس يتبع لهم العديد من الأنواع، هذول خنافس البذور. بنيجي على البروكس اللي هو هذا حبيبنا الأولاني، هذا خنفس مش توسة، ملوش استطالة هون، ماشي حبايبي، ما له استطالة في أجزاء الفم. هذا بيتل مش ويبل، نزولية. بالنسبة لبروكس عنده جيل واحد. حبيبي مين بحكي؟ شو السؤال؟ جمرة، شو السؤال؟ دكتور شو تأثيره أنا؟ شو تأثيره أنا بس بشوفه حبيبي، أنا في السؤال. أنا سؤال بدك مقطع. حكينا شو أضرارها سابقاً؟ تفضلي دكتور. هاي النقطة 7 اللي هو خنافس البذور، طب 6 لا
لأنه خمسة آخر إشي أنفاق صانعات الأنفاق. ممكن في الخطأ مخطوطة. ممكن. ترقيم اثنين ثلاث أربعة مضبوط. أوكي ترقيم خطأ. ملاحظة ممتازة. عندنا عدة أجناس حكينا على الخنفس البدور نميزها على الأنواع الأربعة من السوسة بتاعت العائلة حكينا عنها. البازيلا هاي البروكس ما بيجي عليه جيل واحد هو بيجي على البازيلا والعدس والفول والكسنة اللي هو البروكس أول واحد. الكالو بروكس عنده عدة أجيال في السنة وبيجي على اللوبي والحمص. وأبو الفاصوليا اللي هو الكانتو سيلت عنده عدة أجيال. أجل شفنا إنه ممكن نميزه مثلاً الكالو بروكس شايفين القرون الاستشعار كيف هناك مخطوطات المثلثات هاي مسنن المنشار يختلف. فأنا مصولجاني هذا يعني ميزنا. أنا اللي هون قريب على هون كيف خلنا نحكي، لكن الشكل الخارجي العام والألوان تختلف ويوجد هناك يعني فروقات تصنيفية، ولكن بشكل عام هاي ممكن نميزها في حالة إنه صار عندك تشوف الأضل وهاي الأجناس الموجودة. دورة الحياة تسكن شتاء في التربة أو تحت قلف الأشجار. بداية الربيع بتنشط الكاملة بتتزاوج تبدأ وضع البيض على القرون. اليرقات بتدخل القرون زي ما احنا شايفين هاي اليرقات يعني داخل القرون حتى عصبي مثال. لما تتزاوج تبدأ بوضع البيض على القرون تبدأ الغرقات تتخذ القرون متجهة للبذرة. هاي البذرة تتغذى داخل البذرة تفردها من داخل تتعذر بداخلها ثم تخرج عشرة كاملة منها. شايفين حتى لاحظين كيف ال زي البقايا الخشبية هون الفضلات تبعته يعني فضل بذرة كاملة جوا. هاي الغرقات موجودة كلها. هاي يعني مشكلة كبيرة أي في حسب كل واحد حسب البازيلا كل واحد حسب موجودة والبراز تبعها موجود. هسا أعراضها نقاط سوداء على الحب في البداية بتكون بعدين فقد في وزن البازيلا في البذور كمجمل 15-35% يعني إذا عندي نسبة خسارة توصل ثلث المحصول في حالة إصابة في خنفس البذور. الانبات كمان نسبة الانبات يعني بتكون اذا انا عندي مش بظاهر الاصابة ولكن يعني موجود الاصابة لكن مش ظاهر عندي وزراعة وان انتبهتش انه في عندي اصابة تنزل نسبة الانبات 15%. كمان هاي حكينا زي الخنافس والسوسة آفة مخزنية يعني بالحقل ولحقانا على المخزن. شايفين كيف الخنافس الودور شو الأعراض تبعتها في الصورة هاي كبيرة جدا. بنيجي على عدة قرون البقوليات الليكيوم باد موت واللي هي إتيلا زينكينيلا. هاي بصيب اللوبيا والبازيلا هاي العدة كاملة. الحياة تظهر العدة نهاية شهر خمسة تظهر الأنثى تظل أنثى البيض على الخط الوسطي للقرون. تثقب اليرقات الفاقسة للقرون وتصل إلى الحبوب وتتغذى عليها ثم تسقط تتعدى في التربة على عمق بسيط 5 سنتيمتر لها 7 إلى 8 أجيال. هذه دودة قرون بقوليات هي تطلعي كيف تيجي على القرون وعلى على كمان الساق تتغذى على الحبوب داخل القرون وتتفهم بالكامل. هاي دودة القرن تفتحها بتلاقي دودة كبيرة هي هاي اللي دودة القرون. عندنا مكافحة حيوية افترسات من طيور الدبابيب الضخمة وصائد هرمونية وكيماوية ومبيدات بشرية جاهزة للمناسبة. قبل معنا أقل من دقيقة في بنمر على الآفات اللي أوقدت سابقا وبتصيب العائلة البقولية. تعدت ثمار البندورة دود القرد السوداء وشفتوها دود تورق القطن ذباب البيضة حفار الأوروبي نطاط الأوراق الحلم الأحمر. هذول الآفات الرئيسية بتصيب العديد من المحاصيل كمان بصيب لنا العائلة البقولية. دكتور ما دخلت نزل المادة.